السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير والسرور يا متابعين الغاليين، ويا هلا ومسهلا بالزوار الجدد، وألف شكر لكل من دعمني بلايك ونشر واشتراك، وعزيز الزائر الجديد. يوجد في قسم الفيديو أكثر من 1250 فيديو، الأغلب أنواع السيارات، ادخل تفرج. وبالنسبة للشباب اللي يطلبون سيارات معينة راح نختار أكثر سيارة عليها لايكات راح نصورها، هذا أحسن طريقة. واليوم عندنا معرض أوتو سيتي، نصور لكم أكثر من سيارة اللي هي لكسس، هذه إي إس ومكسيما ولكسس جي إس 350. اليوم التاريخ 17/6/1438، عندنا لكسس دي دي 2016 سعرها 160. محمد افتح. باخذ لكم لفة عليها قبل مرة، في أربع حساسات قدام، كشف الضباب وليد. بقول لكم المواصفات الحين وكل شيء. هذا المفتاح، الجنط، شوف مقاسه جنط، مقاسه 17، وفي حساس ضغط على الكفرات. الحين لفة وأربع حساسات ورا، جناح خلفي، خط كروم بالنص، مصافات بيض، وهذا صفية الوقود، 11 كيلو لكل لتر، الماكينة حجمها 3.5، 6 سلندر، هذا الميتر من داخل. فيها نقط عمياء، تخشيب وذاكرة تخزين مراتب، تخشيب حق لونه اسود، وهذا التخشيب لونه بني، وهذه ذاكرة تخزين مراتب، وجملي من داخل. سكر حساسات، وهذا اللي هو نقطة العمياء، وهذا صفة المراية، وهذا تحكم المراية، وعندك هذا تحكم الإضاءة حقة الطبلون، وهذا اللي يرفع الدركسون. كرسي كهرب، عندك أربع أزرار، بالنسبة للمايك يا شباب اعذرونا تأخرنا، شريت واحد قبل فترة بس ما ضبط، بناخذ واحد ثاني ان شاء الله ونفككم من الازعاج. عندك هنا تنبيه عند التصادم، تنبيه خروج عن المسار، وهذه ازرار التحكم اللي هو بشاشة المعلومات اللي بالنص بشغلها الحين، وهذه ازرار التحكم بالشاشة، خلي اشغلها لكم اول. بسم الله، طيب عندنا هذا الطبلون، وعندك هنا زرار قلنا لك التحكم هذا بالشاشة، وهذا زرار التحكم بالشاشة اللي بالنص اللي هي شاشة المعلومات، تحكمنا من هنا، وهذه الشاشة حجمها تقريبا 8 انش. اوريك الكاميرا، مثبت سرعة، وعندك هنا زرار التحكم اللي هو بالمكيف،
تبريد راتب. وهذه سكرستارة على حامل كبار، هذا الفرار حق وضعية قيادة الجير توبترونيك، وهذا الماوس حق الشاشة. طبعا الجرانت مو كهرباء. فيها رادار، عندك الدرج هنا في مخرج يو اس بي ويو اكس مخرج ولا الباقات امامية وجانبية. صور لكم من وراء. ستارة جانبية، هنا تخشيب، وهذا تخشيب يسمونه بيانو بلاك، وفيه زر تحكم هنا بالمرتبة الذرة، تحكم بالشاشة، مخرجين مكيف، سقف بانوراما. الـ ED شنطة بغرض الموتى، الشنطة صغيرة، الدرج، في إشارة المراية، وسلامتكم يا شباب. لا تنسونا من الاشتراك واللايك، وألف شكر على المتابعة.